مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي بكل مكان. مرحبا بكم بقناتي قناة ندى. اليوم راح أسوي لكم معجنات الدجاج، بس قبل لا أبدي بيها يا ريت إذا عجبتكم القناة أو عجبتكم الأكلة يا ريت لو تسووا لي لايك وتشتركون بالقناة، وإذا عندكم أي استفسار أو تعليق يا ريت لو تكتبوا لي على صندوق التعليق. تعليقاتكم واستفساراتكم مهمة بالنسبة لي حتى أطور القناة واستمر بيها. وهسه راح نبدأ وياكم، يلا وياي أكلتنا المعجنات الدجاج. راح نحتاج صدر دجاج مسلوق وناشف مية ومقطعه بهذا الشكل ومخرة منه الجلد، وهيك شكله مقطعته. دائما نستخدم بالمعجنات صدر الدجاج لأنه من يجمد من نحط المعجنات بالفريزر ما راح يتغير طعمه الطيب. زين أيني، وهسه مشروم فطر نحتاج حدود كوب من الفطر مقطع بهذا الشكل، جزر مقطع ناعم، وصلاية واحدة انقطع ناعم بهذا الشكل، فلفل ألوان أي لون يعجبكم، برتقالي أبيض برتقالي أصفر أحمر بكيفكم، هذا اختياري. زين أيني مقطع ناعم، وبازاليا وبيضة، نحتاج بياض البيضة للعجينة وصفار البيض حتى نحطها على وجه المعجنات، ونحتاج جبنة الشيدر. للبهارات نحتاج فلفل أسود وكركم وكاري شوية، ونحتاج دارسين وطبعا ملح وزيت الزيتون. وطبعا للعجينة راح أسوي نفس العجينة اللي سويتها معجنات السبانخ، وراح أنزل لكم اللينك بالصندوق التعليق، هي نفس الطريقة بالضبط. أنا من البداية محضرتها لكم ومسويتها ومختمرة، شوفوا شلونها يعني كلش مختمرة وحاضرة، أجنتها وحاضرة. زين أيني هسه أنا راح نبدأ وياكم نسوي الحشوة، يلا ويايا. مثل ما قلنا حشوتنا صارت جاهزة، وأني أصلا حضرت العجينة قبل بوقت وسويتها دوائر وخليتها ترتاح، غطيتها وخليتها ترتاح. شوفوا شلون صارت. هسه راح أبدي أشكل المعجنات. يعني شلون صارت شكلها كلش حلو. هسه راح احطها على بالفرن على الطبق الوسط على درجة حرارة 350 فهرنهايت الى ان تتحمص وتصير مستوية. هسه عيني اكلتنا صارت حاضرة، ريحتها ولا اروع وشكلها ولا احلى، يعني بشكل معجنات الدجاج صارت جاهزة. وبعد ما أتحمل راح لازم أكلها، طبعا كلش حارة، شوفوا شلونها تخبل. هسه راح شلون هشة تخبل. هسه راح أذوقها لأن صدق طيبة، يا ريت لو سووها وتقولوا لي رأيكم، ولا تنسون الإعجاب
والاشتراك بقناتي، وألف عافية.